ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعين فيديو جديد وخبر جديد. بس ياريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن عمار وظهوره طبعا المميز، وكلامه النهاردة عن الحب، والناس بتطالبه والجمهور بيقولوله فين سمية وانت راجل محترم وابن راجل محترم الأستاذ جلال. عن أستاذ جلال أحسن التربية لعمار جدا جدا جدا، وحب الناس كبير ليه هو وسمية، والدعوات كثير ليهم. يا رب تكون من نصيب. السلام عليكم، مرحبا بكم، أنا معكم لايف أون ديريكت بيان سور في ليميسيون تاعكم كلوار مع صاحبي لاتيتي مليها ومشي لاتيتي مي بون عمر خلوه فيه بيان سور، وخوكم عمر شنداري في التنشيط ريستي بونشي. سوجي واعر اليوم، اسكو سا اكزيست توجور لامور؟ مادا بينا تبعتونا لي ميساج 1000%، أنا معكم فوالا ها. فوالا ديريكتومون اكو في لاراديو. السلام عليكم. اتمنى للجميع السعادة والتوفيق يا رب العالمين، واشوف حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.